في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه، ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا في نفس الوقت فإنه يشترط عليه أن يشتري أولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر، فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل، لا يقصد من ذلك طمعا دنيويا ونفعا ماديا، وإنما يقصد بذلك تقرب إلى الله عز وجل بقضاء حاجة أخيه والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير إذا تيسر له ذلك، حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرض ينتفع بالأجر وفعل المعروف. أما أن يستغل القرض استغلالا دنيويا بالربح أو المنفعة فهذا من أعظم المحرمات. نعم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء أو بمنفعة يستغلها من المقترض. وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه قطعة بثمن مرتفع ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل. إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئا من زرعه القائم قبل الحصاد كما يقول، هذا محرم من وجهين: أولا أنه بيعتان في بيعة، لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع، هذا جمع بين عقدين، عقد القرض وعقد الشراء، فهو عقد مشروط في عقد يكون بيعتين في بيعة المنهي عنه. وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج ويرتفق بثمنها، هذا لا يسمى قرضا وإنما يسمى مسألة التورق، وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ليرتفق بثمنها. وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها: أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيا أن لا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين بثمن أقل، أنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها، وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم هو يذهب بها ويبيع ويقبضها قبضا تاما ويبيعها في السوق على غيره في السوق وينتفع بثمنها. إذا كانت بهذه الصفة هذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم بشروط، والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا بشرط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد، وبشرط أن لا يشتريها هو من المستدين. وإذا كانت السلعة قطعة من الزرع كما هو ظاهر السؤال، هذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضا المحتاج قد لا يتوصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة، وأن يتداينوا بسلع ناجزة يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.